السلام عليكم، معكم طلال نقار. هذا الفيديو حبيت أخصصه لحتى أميز الفرق بين هبوط الضغط hypotension والصدمة الشوك. هبوط الضغط يعني أنه رقم الضغط منخفض، وطبعا هذا تعريف اعتباطي، ما في رقم معين للضغط لازم يكون يتحقق عن جميع المرضى. الشوك تعريفها أنه في عندي نقص بتروية الأعضاء. نقص تروية الأعضاء لا علاقة له بهبوط الضغط بشكل مباشر، ربما يكون ضغط المريض طبيعي وفي عنده نقص بتروية الأعضاء، وشفناكم مثال بالمحاضرة الماضية. ربما أنت ترفع الضغط بالرافعات الضغط بالمقبضات الوعائية، وبنفس الوقت لسه المريض عنده شوك، لسه في عنده نقص بتروية الأعضاء. هبوط في تعريفات اعتباطية كتير كانت سابقا للصدمة، أنه هبوط الضغط الانقباضي عن 90 مثلا. هذا الرقم ربما بكتير من المرضى بيكون صحيح، بس مو بكل المرضى. مو دائما لما بشوف مريض ضغطه 90 أو 80 معناته هذا عنده صدمة. بالمقابل في شيء اسمه هبوط الضغط النسبي، اللي يكون ضغط المريض متعود على ضغط 160 وفجأة صار 140 مثلا، نقص أكثر من 20 مليمتر مركوري الضغط الانقباضي مثلا، بيعتبروا انه هو مؤشر على الصدمة. هذا الحكي ربما يدلك انه في عندك مشكلة، بس مو بالضرورة يكون في صدمة. في كثير مرضى اصلا مزمنين على وعايشين مع ضغط منخفض، جسمهم متعود على هذا الضغط المنخفض، الكلى عندهم متعوده، ما هو متعود على هذا الضغط المنخفض، وبالتالي عندهم بيرفيوجن جيد، ما في عندهم نقص بالوعي مثلا، ماشي على رجلين مريض، الكلاوي عنده شغالين. ربما هذا الشيء بنشوفه بالصبايا، خاصه اذا كان وزنهم منخفض، كثير شايفه يعني بالممارسه. هذول الصبايا لما بصير معهم مثلا يو تي اي لدرجه انه في عندهم سيبسيس مثلا، بدك تتذكر انه اصلا عايشين على ضغط 90 مثلا. فانت لما بتحطهم بالعنايه وتحطهم على فيزوبريسورس مثلا على نور ابي، ممكن مثلا تضطر ما ممكن تعمل ويننج لهذا الفيزوبريسور على ضغط منخفض نوعا ما، قياسا بغيره مثلا ماب او 55 او 60 مثلا، ولساته هن بيرفيوز ويل، وهذا هو اصلا ضغطهم اللي هن عايشين فيه. بالحالات المرضيه اللي بتسبب هبوط ضغط مزمن او بتسبب اضطراب المقويه الوعائيه، عندك مرضى قصور القلب المتقدم. انا شايف مرضى عايشين على ضغط 80 مثلا، عنده قصور قلب الاجكشن فراكشن 24 او 25 وكومبنسيتد، متعود على هذا الضغط وعايش عليه، فبالتالي انا ما فيني ما لازم ارفع له اياه اصلا لانه هو عايش على هذا الضغط. ممكن مرضى تشمع الكبد بالذات بيصير في عندهم توسع وعائي محيطي، نفس الكلام تقبلهم بالعنايه، بيعندهم سبسيس مثلا البيرتونايتس السبونتينيوس، بتحطهم على بريسورز بعدين بتعجز فيهم، ما بينشال الليفوفيد من عليهم. دائما انت عم تارجتنج 65 الماب، فانا كنت عاده انا اقول للممرضه نقصي الماب مثلا، انا بدي ماب 60 مثلا، بتعمل ويننج للنور ابي على ضغط 60 مثلا، ماب 60 ضغط وسطي، بتطلع على الادرار، بتطلع على الوعي، المريض لساته محافظ على وعيه، وهو طبعا هو شلناه على جهاز التنفس، اذا كان على جهاز التنفس اصلا هو ما له على جهاز تنفس، هو واعي، ما له على اكسجين، الكليه تبعه شغاله ولسه عم يحتاج تاتش اوف نور ابي، يعني ممكن 0.0 مثلا، شغله كثير قليله. ف 0.05 او 0.04 مثلا ميكروغرام بير كي جي بير مينيت، فانا هون بقول له بدي ضغط وسطي مثلا بتنازل، الا بدي 55، فربما على هذا ال 55 اقدر اعمل ويننج لليفوفيد والمريض يكون ضغطه الانقباضي 80 او 90 ماكسيموم، وهو هيز دوينج فاين، براقبه ما في عنده اي علامات انه هو بحاجه لاي مقابل عنايه، بقدر اخرجه من العنايه. بعضهم هدول بحطهم، هدول المرضى ربما الوحيدين اللي بقدر احطهم على ميدودرين اللي هو مقبض وعائي فموي، بنستعمل مرضى الكلى كثير، ربما مرضى تشمع اكثر شيء بيستخدمه عندهم. مرضى القصور الكلوي نفس الكلام، انا شايف مرضى باقسام غسيل ضغطه ما بيتجاوز ال 100، وقدرنا نسحب منه 5 لتر من السوائل، وهو بجلسه غسيل وحده مثلا أربوه كان ضخم وما تاثر ضغطه ولا دخل بحاله صدمه، وانا كنت اصلا مصدوم حقيقه شخصيا لما عم شوفها بالممارسه، ما كنت متعود عليها كوني انا متعود اني اعطي سوائل للمرضى. فالقاعده اللي بدي اقولها او الشيء الرساله بدي اوصلها للزملاء انه دائما تطلع على علامات البرفيوجن، ما دام عندك اللاكتيت طبيعيه، ما دام عندك الوعي الجلد مثلا علامات نقص التروية ما لها موجودة، وضغط المريض مقبول وهذا هو ضغطه الطبيعي اللي عايش فيه. أنا ما عم أقول إذا كان مريض ضغطه طول عمره 160 أجرى عندك ضغطه 80 وأنت بدك تفكر فيه كثير، لا، ضغطه منخفض واضح. مريض ضغطه 50 إنه والله لا في بيرفيوز ولا لا، بس عموما الضغط الانقباضي أحيانا ببعض مجموعات من المرضى أنت بالبداية حتتعامل معه كهبوط ضغط حقيقي، بعدين تتاكد انه هذا بيرفيوزنج بريشر ربما كله اوفر رياكتنج منك انت كطبيب الاسعاف او طبيب العنايه مثلا. هذا هو ربما خلاصه الفيديو، انا حكيت ما بعرف اذا كان في داعي نحكي اكثر عن الموضوع مره ثانيه. هبوط الضغط لا يعني حدوث صدمه، وحدوث صدمه ليس بالضروره ان تترافق مع هبوط ضغط. اتمنى انه الرساله وصلت، وان شاء الله يا رب نتابع بكورس السوائل. السلام عليكم.